كل بنات اليوم غنصايبو مسمن معمر بالخضار. هو كون مسمن ديال الشحمه اللي كيكون الناس كيديروه زمان، دابا حنا مابقيناش كنديرو فيه الشحمه صراحه، يعني كيبقى لكم الاختيار تدخلوا فيه اما كفته اما قطع ديال الدجاج، او لا ديروه هكا بالخضار عادي. انا كنطلب هكا بالخضار يعني بلا ما نضيعو لك حتى الحمض حتى راه كيتبان هكا حتى الا بقى يعني كيصبر في الثلاجه. ما لا كان فيه كفته وداك الشيء ما تقدروش تخليوه مده اطول الا بقى لكم في الثلاجه. فهنا كيف كتشوفوا عندنا الخضار فينا كنشوفو شويه زيت زيتون وملح وفلفل اسود، عندنا كوسه، عندنا جزر، وهنا عندنا فلفل اخضر وفلفل احمر، طبعا زيت زيتون، شويه رشه ملح وفلفل اسود. كنصبقو هادشي ديال العمار هو الاول لان محتاجين انه يبرد باش نحطو نديرو الفشوه في السمن. هنا عندنا بصله خضاريه قطعناها هكا مع الحشف هذا ديالها اللي كيكون داك الفوقاني اللي كيكون مزيان داك الخضر. صافي البصله كديروا كميه اكثر من الخضار. صافي كنديروهم حتى يتصهدوا شويه في الزيت. صافي هذا نزيدو نشوفو العجين ونخرجو الطريقه. ودابا درنا المعدنوس، طبعا كديروا المعدنوس حتى هو يكون كميه كثيره اللي يعني يبان في المسمن، والباقي راه كديروه على حسب الكونتي تاع ولا الكميه اللي نتوما غديروه ديال العدد ديال الافراد اللي محتاجين تصيبوه مسمن. انا على حسب شحال ما بغيتو، كتبقى الاختيار يعني جوج جزرات جوج كوسات ثلاثه كل واحد يدير اللي بغا. انما المعدنوس والبصله كيكونوا وافيين اكثر من الباقي. فوالا هذيك السنه سميتو حريف ماشي حاجه كتكون حشف كديرش ليا بقى يا رفيقه ورق ديال البصله كتحط ليا ماما حيت هي اللي كتصيب ليوم المسمن انا كنصور. وهنا البصله نخليوها حتى تتسهد وتذبل مزيان عاد غادي نحيدوها ونزولها. هنا درنا الدقيق ديال القمح، عندنا نص كيلو هذا اللي كيكون رقيق، والفورص عندنا كيلو الا ربع. طبعا الواحد كيدير كل واحد على حسب كما قلت لكم القياس اللي بغى، انما الفورص الدقيق الابيض كيكون اكثر من الاخر باش يجينا سهل في التوراق. صافي وغنديروا واحد غير شويه ديال الخميره فوريه هكا غير باش ما كيضرش يتشرب داك الدهون، وواحد الملحه، وكتجمعوا عادي العجين وتخليوه يرتاح. غتشوفوا مراحل اخرى من بعد. نضفنا اللقامه او التوابل اللي هما فلفل اسود، شويه كمون، شويه ملح، شويه كركم، وشويه قزبر كارم. صافي والسودانيه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد واش كيبغي حار بزاف ولا غير شويه. صافي غنخلطوهم وغندوزو هنايا عندنا الصينيه اللي غنديرو فيها المسمن. طبعا انا غنطيبو في فران زنقه ونسمنها هما بعد ما العجين ارتاحت شويه. عدنا درنا هاد لي بول بحال هكا وغنخليوها حتى هي بالله يعني خلطنا القامه ضروري يعني كل مرحله مرحله تخليوه يرتاح شويه، انما ماشي بزاف لان فيه شويه الخميره باش كيجيكم سهل في التوراق. انا كنورقو المسمنه مزيان حتى نسرحوها يعني تبان لكم الخامه، وكنديروا الحشو. هنا حطينا الحشو تقريبا واحد جوج معلقات، وصافي غنطويوها بالطريقه اللي كنطوي بها المسمنه الاربعه، ونعاودو نسرحو واحده اخرى ونديروها وسط منها. الوغ كتيما واحده الثانيه كتعمرها واحد شويه كيف كتشوفوا، والثالثه كتكون خاويه. دونك كتجيو ثلاثه المسمنات في مسمنه. يلا هذه الثالثه اللي غنحطو فيها هاد اللي صيبنا هنا، هنا راه جوج كيف كتشوفوا. وصافي كنحطوهم في الصينيه اللي كتمشي للفرن حتى الاخر، نوريكم طبعا الشكل ديالهم قبل ما يمشيو للفران ديال الزنقه. صافي دابا الاخر نطويو حتى هي على اربعه ونحطوها في الصينيه. بغيتو تضيفو في الاخرين غنضيفو فيهم شويه الشحمه ديال الكلوه، انا بصراحه المسمن هو باش كيطلق البنة وديك النكهه. فالاولين درناهم بلا شحمه هكا اللي ما بغاش فيهم الشحمه، والاخرين ها هما ضفنا
الشحنه ديال الحلوه اللي درناها بالكراد على الكرقيق بزاف بزاف. وهادو اللي هنايا بلا شحمه والاخرين الاخرين غنديروهم بالشحمه. هنا كرسناهم بعد ما سالينا صافي غنديروهم في الفران ديال الزنقه حتى يطيبوا ونرجع نكملوا نوريكم الشكل النهائي ديالهم بعد ما يمشيو من الفرن. طبعا اللي ما بغاش يديرهم في الفران يطيبون ديال الزنقه فممكن يديرهم في المقله او يديرهم في الفرن العادي ديال الدار. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن. هادو اللي درنا فيهم في الاخرين الشحمه وهادو العاديين كيجيو يام يام. يلا بصحه وراحه باي باي. عندما شوفوا الفيوتاج كي داير شوف تورق. طبعا ما قلتلكم دلكم ماما اللي ديال الكاس مسكينه انا موفاه بالعجانه. المهم شوفوا التورق من الداخل ها انتم الشكل ديالو كيفاش كيجي روعه يامي يامي فريمون رائع. جربوه بالدقيقه بصحي صحي.